ويجن مع عمرو زكي كانت تجربه فاشله؟ لا كانت تجربه ناجحه جدا والله. لا لعبت. كانت علاقتك بعمرو كويسه ولا كانت فيها غيره ساعتها؟ خالص علاقتي الناس دايما ساعتها كانت تطلع كلام صراع بين ميدو وعمرو زكي وميدو غيران وعمرو حقيقة كان طلع نار. عمرو دلك كان عنده شويه ثقافه كان قلب الدنيا والله. يعني الناس اللي كانت شغاله حواليه ضحكوا عليه والله. طبعا للاسف هو سلم مخه لناس لواحد صاحبه كده كان بيدير له شغله وكده وابتدى يعني يبعد عن نادر شوقي. نادر يعني نادر كان بيديله نصيحه كويسه ابتدى يبعد. ابتدى الولد ده يوقع ما بينه وما بين نادر وابتدى الولد ده يقنعه ان هو الولد ده انجليزي لا ولد مصري صاحبه صديقه كان عايش معاه هناك وابتدى ان هو يقنعه ان تشيلسي عايزينه وريال مدريد عايزينه بتاع. فعمر مشكلته ان هو ابتدى ابتدى ويجن بالنسبه له يصغر صغير فعليا. يعني هو كان رايح فرحان واكسايتد انا اجيب اجوان وده. لما ابتدى ان هو يتكلموه على انديه كبيره وكده ابتدى ان هو يعني بالنسبه له طب انا اقضي 6 شهور دول وامشي اروح حته تانية كده كده انا عملت كويس. لكن انا رحت انا اول ماتش لعبته في ويجن انا وعمر لعبنا اساسيين احنا 2 فراوده قدام ليفربول تعادلنا 1-1 وانا اللي جبت الجون. ولعبنا ماتش كبير جدا انا وعمر. بعد كده هو انا ساعتها كنت في قناه الحياه فخدنا ايوه صح خدنا الكواليس خدنا الكواليس خدنا ماتشكم مؤجل يوم صح دليل عشان دليل يوم عشانك انت وعمر زكي فكنت حافظ ماتشاتكم ساعتها بقى كان بدا كان ابراهيم فايق زميلي في الحياه فبقيت اديله الاستوديو كان عبد الرحمن مجدي بقيت اديله الاستوديو لان ده دور ان هم يشتغلوا وياخدوا الماتشات دي. ودي عملت مشكله مع اخ كان مذيع هناك لحد دلوقتي هو كاره يعني لانه كان دول شباب طلع منور زي الفل لازم ياخدوا فرصتهم. فخدنا انا فاكر مخصوص فانا حافظ ماتشاتكو لعبنا كويس جدا ساعتها. بس عمر كان ايه حقيقي يعني وهو كان بيزعل مني مثلا ايه نخلص ماتش المنتخب تاني انا بخلص ماتش تاني يوم راجع على طول يعني سيبك انا ايه في حاجات بهرج فيها بس المواعيد يعني عمري في حياتي الحمد لله ما اتاخرت على تمرين او ان انا ما اتمرنتش كويس. كان عندي سلبيات ممكن اهمها اللي انا كنت بقوله لحضرتك ده ان انا لما بلعبش بخسر دماغي ودي اكتر حاجه انما انا كنت ملتزم في التدريب جدا حضرتك حتى لو سالت المدربين بتوعي بحب التمرين كنت بحب الكوره وبحب التمرين. فمثلا بعد الماتش بالليل يلا يا عمرو نرجع بالليل في طياره الساعه 1 بالليل خلصنا ماتش مثلا في طياره الساعه 2 بالليل يلا نرجع ميدو استنى نقعد يومين ثلاثه شويه عمرو اسمع كلامي يلا نرجع كلام ما ينفعش. فابتدى ستيف بروس ان هو يزهق يعني بالنسبه له ان هو يعني الكلام ده ابتدى ان هو يبقى شكله وحش قدام الفرقه وبتاع ابتدى ان هو ما بيلعبوش. فلما ابتدى ان هو ما بيلعبش ابتدى ان هو برضه يعني دماغه يخسر يعني يخسر تركيزه يعني يفقد تركيزه بعض الشيء. دايما بقول في 2 لعيبه كانوا هيكسروا الدنيا في مصر عمرو زكي وابراهيم سعيد. صحيح الاثنين دول والاثنين جات لهم الفرصه في انجلترا يعني ابراهيم كان في ايفرتون اصلا ليها تجربه صغيره كده في ايفرتون فعارف الاجواء هناك شكلها عامله ازاي. غير كده لانه ابراهيم انا وجهه نظري ده من اعظم المدافعين في تاريخ مصر في تاريخ مصر يعني احسن مدافع من احسن مدافعين اللي لعبت معاهم في حياتي عنده امكانيات ما حصلتش وعمرو زكي مهاجم ما حصلش لكنه هي قصه الثقافه. بس ممكن اقول لحضرتك حاجه معلش في النقطه دي لان دي نقطه مهمه جدا وانا دايما يعني عايز ان انا اركز عليها. انا بزعل جدا لما شباب صغيره يجوا مثلا يكتبوا لابراهيم سعيد او لعمرو زكي يا عم انت شفت كان ممكن تبقى ايه وحصل لك ايه وبتاع. انا برضو شايف ان الشباب دول لازم يعرفوا ان دول عملوا حاجات كويسه طبعا. يعني ابراهيم طبعا. سعيد عمل حاجه كويسه وعمرو زكي يعني ما يعتبروش يعتبر يعني كان ممكن يبقوا احسن زي ما انا كنت آه. ممكن ابقى احسن صحيح. زي ما حاجات كتير زي ما معظم اللعيبه المصريين. لكن بزعل قوي لما لان خلي بالك حضرتك كابتن احمد انا بتكلم معاهم كتير وبالذات عمرو بتكلم معاه بحاول انا الكلام ده والشباب لازم تعرف بيأثر في نفسيه الناس دي جدا طب. بالذات الناس دي ناس طيبه يعني عمرو ده مثلا قوي قوي فالنهارده لما بتيجي مثلا واحد يحاول يدوس عليه ان هو انت كان ممكن تبقى كذا وبص انت ايه اكتر الحاجات اللي بسطتني ان ابراهيم خد كارير تاني وبدا ينجح فيه وابراهيم ماشي كويس بدا ينجح فيه يعني غير من شخصيته وحتى كل ما قابلني دلوقتي يقول لي يا ريتني لان انا كنت اكتر واحد بيرقص عليه